الأخ يسأل عن سجود التلاوة، ماذا يصنع إن سمع آية سجدة وهو في الشارع؟ وماذا يصنع إن سمع آية سجدة ويصلي؟ أما سجود التلاوة إن كنت في صلاة فأنت في الصلاة لك حالان. الحال الأول أن تكون إماما، أن تكون إماما. فإن كنت إماما وقرأت آية سجدة، وقرأت آية سجدة، لا أقول آية السجدة بل آية سجدة من المواضع المعروفة في القرآن الكريم، فلك أن تسجد ولك أن تستمر في القراءة ولا إثم عليك ولا حرج. فلقد روى الإمام البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف على المنبر يوما فقرأ آية السجدة فنزل القهقرى من على المنبر ثم سجد سجدة التلاوة، وفي الأسبوع الذي يليه قرأ نفس الآية ولم ينزل ولم يسجد. إذن السجود الراجح أنه مندوب أو مستحب وليس واجبا، الراجح أنه مندوب أو مستحب وليس واجبا، هذا قول جماهير أهل العلم. فإن كنت إماما وقرأت آية السجدة لك أن تسجد، لك أن تسجد ولك أن لا تسجد. فإن سجدت ماذا تقول في السجود؟ بمجموع الروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول، أن تسبح الله تبارك وتعالى ثلاثا، لا حرج أن تقول سبحان ربي الأعلى، وأن تقول أيضا هذا ثابت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. وأيضا ثبت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني هذه الروايات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والراجح أنها يعني على أقل الأقوال إن شاء الله تعالى أن أسانيدها حسنة، فلا حرج عليك أن تقول هذا. وإن كنت لا تحفظ شيئا من هذا الذكر فلا إثم عليك إن اقتصرت على التسبيح فحسب. أما إن كنت مأموما فأنت مؤتم بإمامك، فإن سجد الإمام فعليك أن تسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سلم فسلموا، أو إذا سلم التسليمتين فسلموا. فأنت مؤتم بإمامك إن كنت مأموما، فإن سجد فلتسجد وإلا فلا. أما إن سمعت آية السجدة وأنت في الطريق وأنت في سيارتك وأنت في الشارع، فمن أهل العلم من قال أن تقول إن سمعتها وأنت لا تستطيع السجود أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله تبارك وتعالى أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا لكم من أهل السجود.